صباح الخير، بنصبح عليكم متابعي موقع ابو كبير ميديا. يعني طلاب مدرسه المتفوقين في محافظه كفر الشيخ لديهم يعني بعض طبعا الطلبات من صعوبه الامتحانات، وكذلك طبعا عدد من الاشياء اللي هم طبعا بيطالبوا بيها. نتعرف عليك الاول. السلام عليكم، انا هاجر، مدرسه ستيم سكول. خليكي في المايك. اوكي، مدرسه ستيم سكول. مدارس ستيم سكول. اسمك ايه الاول؟ اسمي هاجر، سنه ثالثه. هاجر هاجر خالد، سنه ثالثه. عايزه بس اقول ان احنا امتحاناتنا بنمتحن الماده مرتين، مره امتحان تي او سي، وده بيكون اسمه مقاييس المفاهيم، وده في الاغلب بيكون عندنا من المنهج بتاعنا ثالثه اللي احنا درسناه في سنه ثالثه. في امتحان تاني للماده هو يو ار تي، وده بيجي لنا من بره المنهج ومش موجود عندنا في المنهج، ولكن هو بيجي مطابق لمواصفات امتحانات الاي سي تي. السنه دي في امتحان يو ار تي الكيم والفيزيكس كان مدته ساعه ونص، الباسجات كانوا 8 باسجات طوال جدا على الساعه ونص، وما جوش متوقين للمواصفات بتاعه الاي سي تي، لا هم كانوا جايين من ريفرنس اصلا. علشان ان احنا نحل الاسئله كانت الاسئله محتاجه ان احنا نكون قارئين الباسج كويس جدا، مش معتمد على الملاحظه، او ما كانش فيه داتا ريبريزنتيشن كافيه ان احنا نحل بيها الاسئله، ومعظمنا راندوم كذا باسج او حلها عشوائي من غير ما يكون الاسئله او الباسجات. بسبب دي الوقت والساعه ونص كانت ضيقه جدا. دي حاجه. الاسبوع الاخير لينا كان عندنا 4 امتحانات في 3 ايام، ما بين كل يوم التاني كان سبت 2-4 في يوم ونص، غالبا نص اليوم ده بيضيع مننا بسبب ان احنا نبقى راجعين امتحان تعبانين، ايا يعني يكون سواء نفسي او مطبقين فمحتاجين ان احنا ننام او كده، فما قدامناش غير يوم واحد نراجع فيه ونحل. ثانوي عام يوم السبت ان شاء الله. في ايام بنمتحن فيها مادتين، تي او سي ويو ار تي، ده للمواد الادبي. كان العربي والفرنش. امتحان تي او سي احيانا بيكون ساعه واحيانا بيكون ساعتين. اليو ار تي دايما بيكون ساعه ونص وممكن يكون ساعتين في المواد الادبي. تمام. فبس احنا عندنا دي الوقت كده. في يو ار تي الانجليش برده كان في باسج جايه ناقصه، وكان جاي على الحته الجزء اللي ناقص ده اسئله برده. في اسئله كتير في الامتحانات كان بيجي فيها ينفع اجابتين، في اسئله اصلا كانت بتيجي غلط. فبس دي بعض الاسئله من بعض الطلبة. قولي لي بقى اسمك ايه؟ اسمي رون. اسمك ايه؟ رون. رون محمد. قولي لي رون بقى ايه الصعوبة في الامتحانات عندكم وايه بعض الاشياء اللي انتوا هو مؤخرا كنا عندنا امتحان يوم الاثنين يو ار تي فيزيكس وكيمستري. يو ار تي الفيزيكس والكيمستري كانت البسجات اولا، الامتحان اولا بيبقى ساعة ونص، فالبسجات المفروض تكون مطابقة لمعايير الامتحان وتكون مناسبة للوقت عشان نلحق نحلها، فالبسجات كانت طويلة جدا. في حاجات كان المفروض يعني معتمدة على حاجة لازم تكون مذاكرها، يعني جايب على حاجات في الباسج لازم تكون على معلومة سابقة عندك، مش اللي هو المفروض نظام البسجات دي انك بتستنتج وتطلع من الفيجرز والداتا اللي عندك وتجاوب على الأسئلة. لا، اولا ما كانش في حاجه تساعدنا خالص ان احنا نطلع من الفيجرز ونستنتج. كان في صعوبه ان هو زي ما قلت ان البسجات اولا طويله في مواد الامتحانات، يعني كل يوم بتمتحنوا ماده واثنين. اليو ار تي ده بناخد مادتين مع بعض، فيزيكس والكيمستري او بايو جيو اللي هو لسه هيبقى السبت الجاي. فكان في الفيزيكس والكيمستري زي ما قلت البسجات طويله، الاسئله كان معتمده على قوانين برضو وحاجات لازم تكون عندك درايه بيها، مش مكفي الوقت ابدا. يعني ازاي نحل 50 سؤال فيزيكس وكيمستري بحجم البسجات دي؟ مش زي كل سنه، يعني على مدار العشر سنين من بدايه الامتحان اليو ار تي في ستيم ما كانش فيه بسجات بالطول والحجم ده، ولا كانت يعني لازم تتحل معتمده على جرافات. لا، هو كان جايب بش كتير فما تلحقش تقراه عشان تقدر تحل كميه الاسئله دي على البسجات. حتى برضو بالنسبه لليو ار تي من 700 كل ماده ب 100، وبيبقى فيه بروجكت لكل ماده، وبيبقى فيه كابستون بنسبه 20% لكل ماده، والبروجكتات برضو بتدخل في المجموع بتاع كل ماده. اليو ار تي ده المواد العلميه بس، اليو ار تي ده داخل بنسبه كبيره في المجموع، عليه 40 درجه في كل ماده علميه، فكان تاثيره كبير جدا لان الغلطه فيه بيساوي يعني نقص كبير قوي في الدرجات. هنعرف برضك بعد انتوا لكم تنسيق بيكون مع المرحله الثالثه مش كده؟ بالظبط.
بص حضرتك، هو دلوقتي احنا المفروض التنسيق بتاعنا بنبدا ان احنا ننسق مع المرحله الثالثه مش في نفس اليوم معاهم، ولكن عبال ما التنسيق بتاعنا بيظهر بيكون مقارب في نفس الفتره، يعني بنبدا ان احنا نرتب رغباتنا وكده. بعد كده نتيجه التنسيق بتظهر على اساس ايه؟ احنا لينا حاجه اسمها النسبه المرنه. النسبه المرنه دي بيعمل ايه؟ بيحسب نسبه طلاب علم علوم عندنا المؤهلين للالتحاق بكليات معينه، لان احنا لينا كليات معينه للعلم علوم وكليات معينه للعلم الرياضه. بيحسب نسبتنا احنا كعلم علوم، بعد كده بيقسمها على نسبه علم الرياضه المؤهلين للالتحاق بالكليات دي. بعد كده بيضرب النسبة اللي بتطلع بيضربها في عدد المقاعد المتاحة في كل كلية. بعد ما بيضرب في عدد المقاعد المتاحة في كل كلية بيقول لنا مثلا انتوا عندكم 400 طالب او 400 دول هيدخلوا طب بشري. بعد كده ال100 اللي بعدهم دول هيدخلوا اسنان. بعد كده وهكذا. انتوا تنسيقكم مع المرحلة الثالثة؟ حضرتك هو بيبدأ ننسق مع المرحلة الثالثة. انتوا بتطلبوا ايه؟ حضرتك بص دلوقتي احنا اكتر من حاجة الحقيقة. أول حاجة إن احنا التنسيق بتاعنا دي حاجة مريحة ليكم كويسة؟ حضرتك لا، لأن احنا بنعرف نتيجة التنسيق بتاعتنا ليلة الجامعة أو قبل الجامعة مثلا بأسبوع، فلو احنا ما نلحقش إن احنا نروح نودي ورقنا للجامعة، وفي جامعات أصلا يعني بعد تقليل الاغتراب وكده في جامعات لما بنروح نودي ورقهم بيقولوا إن احنا ورقنا لسه ما وصلهمش حاجة عندنا، ما تقيدناش في شؤون الطلبة. وغير كده عندنا كان في مشروع إن هو من بعض الجامعات الأهلية والخاصة كانت دي سيادة الرئيس أشار إن هي هتبقى امتداد لينا كستم، ان هي هتكمل نظام التعليم بتاعنا وهكذا. تمام. بعد كده احنا الجامعات دي احنا الجامعات دي حاليا شغاله كجامعات اهليه وخاصه. احنا حضرتك بنطالب ان احنا يكون لينا اماكن في الجامعات دي، وفي نفس الوقت يكون منح كامله لينا لان هي فوق استطاعتنا. وحضرتك احنا كمان كطلبه الامكانيات اللي عندنا والثلاث سنين اللي احنا قضيناهم في المدرسه بناخد فيهم ريسيرش وبنعمل فيهم بروجكتس نحل فيها تشالنجز بتفيد مصر، احنا الباور دي كلها احنا احسن ان احنا نفيد بيها بلدنا احسن من احنا زمايلنا اللي بيطلعوا بره مصر وهكذا. الامتحانات كانت فيها مجملها انت هتخلصوا يوم السبت مش كده؟ احنا عندنا اخر امتحان لينا اللي هو اليو ار تي البيولوجي والجيولوجي في يوم السبت، ده اخر امتحان لينا وعليه 80 درجه. في اليو ار تي اللي فات لو بتاع فيزيكس والكيمستري كان علينا برضو الامتحان، وكان امتحان سيء. الامتحان كان جد صعوبته ما تتحلش في ساعه ونص، وكان 50 سؤال وعليه اغلب مجموعنا، فده بجد كانت حاجه سيئه جدا، واحنا ما كناش عارفين نعمل ايه. وحتى لما بنبدا نشتكي ونوصل صوتنا ما بيوصلش، احنا معتبريننا ولا حاجه هنا في البلد يعني كده. صعوبه في امتحانات تصدفها بس حاجه استكمالا على الكلام اللي انا قلته في اول اللايف، احنا عايزين نقول ان احنا كل ما بنشتكي بيتقال لنا ان الشكوى بتاعتنا وصلت، ولكن احنا اكتشفنا ان مفيش اي حاجه بتوصل، وان مفيش حد سامع صوتنا نهائي، وان احنا لو حد عرف بشكوتنا فبيكون مننا احنا ان احنا بنتكلم وبنقول له ان احنا عندنا مشكله كذا، ولكن مش بتوصل لحد عادي يقدر ان هو ياخد اي اجراء ضدنا. دي بالنسبة لي طبعا الصعوبة في امتحانات مدرسة المتفوقين كما أكدها الطلاب بالنسبة لطلاب مدرسة المتفوقين في محافظة كفر الشيخ.